إذا تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من البيطاء وبالضبط من دوار ولاد الملك. أولاد الملك نواحي. إذا كيف كتشوفوا معنا السيد الحسن هو مريض بسرطان الدم، محتاج العملية، المبلغ ديالها هو 160,000 ريال يوم الاثنين، ومعنا الزوجة ديالو اللي دام الزواج ديالهم تقريبا 40 سنة من جهته. مرحبا للا. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، نطلب من الناس المحسنين يساعدوا هذا السيد، ما ترابقنا شويه مع بعضياتنا، نطلب من الناس المحسنين يشوفوا فينا ويحنوا لينا ويعتقوا هذا السيد بصحيحته. هذا الشيء اللي بغيت، الله يجازيكم بخير. كيفاش تمرض الحسن؟ الحسن خدم بزاف في البنية، خدم بالشوانط، خدم بالبرد، تكرفص، ماشي زعما كان كيخدم باكتفاته. ما عندنا كيفاش كان خدام؟ كيخدم بالبني، كان خدام مسكين بالبني. وهاد الشتا بنيتي الوضعية، حنا كارين هنا، هاي كارين 18,000 ريال. 18,000 ريال هاد الشتا هاد البيت. وفاش خدامة انت يا لالا؟ دابا هو ما خدامش، ما كيقدرش يصرف يعني غير الناس. ما نكذبش عليك، انا كنتلاوح راه شفتيني فين، صافي. كنبيع خريقات ولا كنينيكس ولا داكشي، داكشي اللي صورته كنجي نصرفو على المعيل واللي جمعتو الكرا. نعم. يعني كافيك باش انت كتبيع غير كلينيكس؟ اه. في الزنقة. اه. وداكشي اللي كتصوري واش كافيك تخلصي به الكرا؟ ما. كافيك باش تصرفي؟ لا ما بهاد الخطرات كتلحق العظم، ما نكذبش عليك. بهاد الخطرات كتلحق العظم، ما نكذبش. عندك شي وليدات؟ عندي. شحال ديال الوليدات؟ عندي الولاد، ولك الغالب والله راه ما عندهمش، ما في حالهمش، ما كل وحده بنيتي عندها وليداتها وضعافة، بنات الضعافة ما كياخذهمش لي ولاد لاباس عليهم. فهمتي هادشي اللي كاين هو هذا. دابا انت يا لالا درتو التحاليل؟ درت التحاليل. الانسان راه بالصحة ومريض في سرطان الدم ويحتاج العملية. فوقاش العملية بالضبط؟ درنا نهار اثنين، بقى غدا الحد، نهار اثنين ان شاء الله داروا معنا في الصباح، قال لك يجيب الفطور. هادشي اللي كاين والغالب والله، العين بصيره وليد قصيره. الصراحه هي دي بنيتي. انتوما ما عندكمش هاد البابله؟ ما عنديش بنيتي، حطيتش الى حينك. انا يلا كان دار مع العيش، ما عنديش الغالب والله. مرض لي الراجل على غفله، كندوز لي على الطبيب عاديين، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. الدكتور مامون ها هو ابتدي معروف، دوزت لي عاد سليماني، دوز داك الشيء اللي والو. دابا الغالب الله مشينا لهذا السبيطار اللي غادي اللي درك. عطي الميكرو للسيد الحسن هاك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، السيد الحسن راه محتاج العمليه. عيان سيدي عيان في سرطان الدم، محتاج العمليه يوم الاثنين، المبلغ ديالها هو 160 ريال. قرب الميكرو سيدي. عيان سيدي انا ما كرهتش وما عديش، انا باغي عنت عالج. الله يكثر خيركم، انا باغي عنت عالج، راني مريض، راني ما في حاليش، وعدي هاد العمليه راني خايف. انا ما عديش الفلوس، راني اكاري انتما كتشوف، راني ما كرهت شيء، ما عديش. شحال من عام وانت خدام في البني؟ و 30 سنه. عدي تقاعد دابا 2012 ديت التقاعد. ما كانش عندك الضمان الاجتماعي؟ عدي عندي درك، ولي كان ما كاين دابا. غنديرها في عين ديال في السبيطار ديال الساحل، دايرين معاك الوقت، داروا معاك النهار، دايرين ليا الاثنين، تجيب لها فطور مع الصباح وتجيب لينا الفلوس كاش. وانت باش تخلص؟ وانا غادي نمشي عند الدمار. ما عندناش بنيتي الغالب والله، غنمشي عند الله، غنمشي عند الله. بغاو يوافقوني راهم غاديين يشوفوا، ما بغاوش يوافقوني راهم دبر روسهم. انا ما عديش، راه الموجود الله، انا راه ما كرهتش. واخا سيدي انت باش كتحس دابا؟ كتحس بالحريق؟ كنحس بالحريق، ما تنعش والو والو اختي، ما تنعش. راني مرضت هادي 6 شهور، راه ما بقيتش نعس، راه كنت كنبخ الدم. دابا الدم راه يلاه ملي خرجوا لي هاد الفانيد وهادشي، وليت كنشربو شويه الدم، ما بقيتش نتنخ. انت كتكحو بالدم؟ ايه.
واخا قبل ما تبرد كانوا عندك اعراض كنتي كتحس بالسخفه. اي هذا هو اللي شويه عليه. واخا واخا كملنا سيدي. شنو كطلب من المحسنين؟ نطلب من المحسنين عن تعالج يعاونوك. اي عاونوني عن تعالج عنصح اللي باقي في العمر عنصح. انا ما عرفتش باقي ليا في عمري الله اعلم. راه تمحنت هاد الايام هادي 6 شهور راني تمحنت فيها وراني ما كرهتش. راه كون كانوا عندي الفلوس راه راني مشيت دوزت ومشيت لعند الطبيب. راني ما عنديش ما كان ما كناكلش انا ما نتعالجوا من نفسه صافي بنتي. شي حاجه زوينه. لا اله الا الله ورجع في الله. رجع في الله صافي مني ما عديش رجع في الله. راه البارح قال لك واخا خو عطاه الميكرو عطاه الماسك. رجع في الله ما عندناش اخويا. الا ما لقيناش اللي عاوننا كيقول لك رجع في الله. انا اليد العين بصيره واليد قصيره ما عنديش. وقال لك غدا لحد نهار اثنين توجدوا 160,000 ريال ولين غنغلط وحنا ما عندناش. ونطلب من الناس المحسنين اللي شافوني في هذا الحال النمره ديال التليفون عندكم. اللي بغى خوتي راه ما بغيت لا الدنيا لا والو ولا طمع لا والو. بغيتكم تشوفوا الحال زماني وتمحن عليا وضحى معايا وما ترافقنا شويه. هادشي اللي كاين. بغيت غير مضطر يصح. بغيت غير مضطر يتعالج. اللي خوتي شاب عينه يحن بقلبه ويعاوننا على هاد العمليه. هادشي اللي خاصني. ما كذبت ما نافقت ما بغيت فلوس ما بغيت الدنيا. اخر هموت هالوراق خوتي يا ما السبيطار بنتو تحاليل كثيره. تحاليل ما عندكم شي حد في العائله اللي يقدر يعاونكم في هذا المبلغ؟ عاونونا 160,000 ريال اللي خسرنا في الاول. سكانير كلشي قال لك ديروا هاد ليريم على الدات كلها. هاد ليريم ضروري. الحالة كتوريكم اخوتي. انا ما نميتش. وقفت معنا بنت ختوم وحسين الله يجازيها بخير ولي تغلبت الغالب الله. ملي طلبوا لي ايام 160,000 ريال راه دارت بيا الارض. وانا اخوتي نقول لكم الصراحه الا ما جتهاش من كتفاتي راه ما ناكلهاش. راه ما خليت. شنو درت؟ شحال في عمرك؟ انا في عمرك في عمري 56 عام. 56 سنه. 56 سنه. انا من صغري وانا هزه الويل وانا هزه تماره. راه عندي الله ما نكذبش عليك. ما عندي اللي يرحمني ولا يعتقني الا الله تبارك وتعالى. هادشي اللي كاينه بنتي وهذا كيبقى فيا. انا راجلي بغيت راجلي يتعالج. اللي باقي في العمر يدوز في طاعة الله. المهم الدنيا يبقى فيها. انا كاري ونقول احمد الله ما نكذبش عليك. نخلط الكرا ونخلط الضو ونخلط الماء ونقول حمد الله. ولي ملي مرض لقى موظف تلفت على كل حاجه ما بقات بانت ليا. الله يشافيه امين. اذا المشاهدين كيف كتشوفوا السيده مالكه راه محروقه من جهه الزوج ديالها. ما دوزتش معاه القليل 40 سنه ديال العشره واليوم يعني قدر الله ما شاء فعل يعني مصاب بسرطان الدم. محتاج لاجراء العمليه يوم الاثنين لمبلغ 160,000 ريال. 160,000 ريال ماشي في الاستطاعه ديالهم. انا غنوريكم مشاهدينا البيت اللي او الغرفه اللي كاينينها ب 18,000 ريال مسقفين غير بالقصدير. شوفوا معنا مشاهدينا راه ما في حالهمش وما عندهمش منين يجيبوا هاد المبلغ كامل. فالله يجازيكم بخير. وقفوا معاهم راه كيسكنوا غير في النواحي ديال سيدي معروف في الباديه. فالله يجازيكم بخير. وقفوا معاهم وما بحاجه ماسه ليهم. راني سجلت الرقم ديالهم هو 07 66 83 28 03. نعاود الرقم مشاهدينا 07 66 83 28 03. نعاود نذكر بالنسبه للناس اللي الله التحقوا بينا. مالكة والزوج ديالها الحسن كيعانيو من الفقر قمة المعاناة. الحسن محتاج لعملية. المبلغ ديالها هو 160,000 ريال لإجراء يعني عملية. مريض بسرطان الدم. هما ما فحالهمش ما عندهمش منين يجيبوا هاد المبلغ كامل. إذا الله يجازيكم بخير مرة أخرى. ما
يوم الاثنين اللي عندكم العمليه ان شاء الله. اذا هذا نداء لكم مشاهدينا، نداء الناس الخير لاصحاب يعني القلوب الرحيمه، الله يجازيكم بخير، وقفوا معاهم. الرقم ديالهم للتواصل هو 06-83-28-03. نعود الرقم مشاهدينا هو 07-63-83-28-03. والله لا يضيع اجر من عمل خيرا. كلمة أخيرة أخيرة بنيتي، الكلمة الأخيرة هي الله يجازي المحسنين واللي شاف عينه وحن بقلبه، والله يجازيكم بخير. احنا ماشي من دوك الناس طماعين ولا ما عطاش اش باغي نديرو في الدنيا، اللي كتاب دوزناه اللي قسم الله بالفقر ولا بداك، انا بغيت المحسنين يشوفوا فهاد السيد يتعاونوا معاه. كيبات يتحرك كيبات يتشوق، ما هو في حالة ما كدوز لي مويكلة نقية ولا مويكلة زوينة في ذاته، الله يجازيكم بخير. عاجل شي حد يتطوع يعاودكم بمبلغ 160,000 ريال، لان العمليه اللي سقى الله في من يدوب نهار اثنين في الصباح، عاجل عاجل اللي بغى يعتقد السيد لوجه الله. جزا الله بخير، جزا الله بخير، الرساله ديالكم توصل لقلوب المغاربه. جزاكم الله بخير المحسنين، جزاهم الله بخير. اذا تحياتنا لكم مشاهدينا، جزاك الله بخير بنتي، جزاك الله بخير بنتي، جزاك الله بخير.